الذي في السماوات يتقدس اسمك. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. بشوي سنينين الليل ويا خيني فرعون بيوت نبشير إنهم ببنم مسواب إنوت ينوت آمين زوك سبت ركي أيو كي آج ابن ماتي كينين كي آين كي يسوس ينوسون آمين. صلاة وتسبيحات الساعة الحادي عشر نقدم المسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من تراتير ومذامير أبينا معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا آمين. زكساس يوسيوس كدوس 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 فصم بشارة ماري معلمنا الوقت البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع آمين. والمجد والله دائما ابدين امين. لاكمل قول الله بسلام تنوش يمك بيرسوس نمبكيوت ناسوس نمبب نمس ويبجي اكيك صوتي امون نينان. اذا كان سديك بالقاعد يخلص فاين اظهر انا الخاطي ثقل النار وحر لم يحتمل ضعف بشرتي. لكن انت الله رحوم احسبني مع اصحاب الساعه الحادي عشر لاني انا ذا بالاثام حب لابي بالخطايا ولدتني امي. فما أكثر أنظر على وسمك لكن أتكل على غنى رفعتك محبتك البشرية صارخا قائلا اللهم ارحمني وخلصني. أسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النار وفات. فالآن أتكل على غنى رفعتك ومحبتك البشرية التي لا تفرق فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتكر رحمتك لاني ليك اثر بتخشع. اخطات يا بتي في السماء وقدامك لست مستحقا وضع لك ابنا بلج عنك احد جرائي. لكل اسم بحرص ونشاط فعلت ولكل خطيه بشوك واجتهاد ارتكب ولكل عذاب بالتوبه يا سيد العذراء. فإليك أتضرع بك أستشفع إياك أدعى تساعديني لأخذ وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضر عندي المؤامرة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم لألا ابتلع نفسي يا عروس بلعب الختن الحقيقي. اللهم ترافع علينا اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايا كثيرة آمين.
كيريا ليسون 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 كيريا فلوغيسون قدوس 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 رب السباوت كرحمتك يا رب الله ما جعلنا مستحقين نقول بكل الشكر يا أبانا الذي في السماوات بشوي سنين بشوي سنين الليل ويا أخي نبران بيود نمشير ابن ما سوا بنوت ينوت همين زوك سابات ريكي ايوك يا ابن ما تيكيني كي اين كي سوس نامين صلاة وتسبيح الساعة الثانية عشر نقدمها المسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا كثيرة من تراتير ومذامير أبينا معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا أمين زوكساس يوس يوس قدوس 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 فصم بشارة ناري معلمنا لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع النامين وإذا إنسان كان بأورشليم يسمع صنعان وهذا الإنسان كان بارا تقيا توقع تعزيز إسرائيل فجوة بالروح الهيكل ولما دخل الطفل يسوع بوالي أصنامه وكماجد في الناموس حملها سمعان عزرعيها بارك الله قائلا الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصر خلاصك الذي أعددته أمام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم مجدا شعبك إسرائيل والمجد لله دائما أبدين أمين ليكمل قول الله بسلام تنشق برسون بكذن عاصون بابن مسواب جيعك يكسوت يمون نينان بل إن هذه من رقاد الكسر الله المخلص بالتوبة قيل اللهم ارحمني وخلصني كان العمر السابت من هذا العالم أبدا لك أنا لك أنا نفس حقوق صنوات يا حلالك إذن كان رباك رجل قبيح أمام الدين العادي فأي جواب أنت جيب وأنت على سري الخطايا مطالح في أغضاء الجسد متاونة أيها المسيح لأن كل صنوات مروازة المجدين وكسر مشعوك أجزع أنا الشق المتدنس الراقد على فراش المتأم في حياتي لكن أتخذ سورة العشر قارئ عن صدري قال اغفر لي فإني خاطي يا طلع طائرة برزلك سريع المعونة على عبدك وبيد المجل أفكار يعني ونريد نفس المريض للصلاة والصلاة لأنها سرقت في صبات العميم فلنقوم من قارئ الرحيم معينة والد الشامبو الحياة ملك ولا يسوع المسيح رجائي اللهم ترافع علينا اسمعنا وارحمنا وفلا خطيئين كثيرة وين كن يا ليسون 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 كن كيريا ليسون 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 كيريا ليسون
ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون فلوغسون قدوس 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 رب السباعوت أبينا الذي في السماوات شوي سنين شوي سنين تصبح كبيرة مدامير 30 معلمنا صاص يوس يوس الإنجيل وعلمنا ماري يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جمعنا أمين فقال من هو ولا تخاف وكفر نحن بمعمل سفينة لو تكاد سفينة الشهد الأرض اللي كانوا سابين إليها فالخطر أجمع التي كانوا وكفر عن تبحر لم تكن هناك سفينة أغلى صباحة لدخل ترميسه وإن يسار ما يدخل السفينة مع ترميسه وإن صحتهم كان سفن أخرى من تبريع عند الموضع حيث أكل خبز الشكع للرب وقال الله سلام تنشور استوس تنبكيوت العصوص نمبر نما يسوع افجيك يكسوت يمون نينان يا رب انت تعرف يقظة اعدائي وضعف طبيعه انت تعلم الخليق لاني نزل روحي في يديك فاسترني بجناحك صراحك لا اله انا من الوفاء اضع عني بعظمتك ولا كنيدني في كل حين لتسبيحك لانك صالح وحدك ومحب البشر يا رب ان دينونتك لمرهوبه اصبح شان نستقف في الملائكه تفتح الاسوار تكشف العمال تفحص الافكار أية إدانة تكون إدانتي أنا المضبوط بالخطايا من يطفي لي بالنار عني من يضيء ظلمتي إن لم ترحمني لأنك متعطف على البشر وحدك يا والدة الائس قد وثقنا بك فلا نخزى بل نخلص وإذا اقتنينا معاناتك وشفعتك أية الطاهرة الكاملة فلا نخاف بل نطرد أعدائنا فنبدهم من اتخذ لنا ستر معاناتك القوي في كل شيء مثل الترس نسأل وتدعينا الذين يتلالك تخلصينا بشفاعتك وتهدينا من المظلم إلى تمجيد بقوة الإله المتجسد منك اللهم ترافع علينا واسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة أمين كريا ليسون 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 كريا ليسون
Alleluia, Alleluia, Zot Sosio, Zot Sosio,
تعالوا يا جميع المؤمن المحب ليسوع المسيح لنكرم البر أبونا القديس أم بابولا أعني أيها الصالح لأتكلم وأقول أنك ضائر العقلية التي في القديس أم بابولا قسم الميراث وتمعي يسوع المسيح أبونا القديس أم بابولا سبع طامات التي في السماوات والركب الملائكية تفرح يوم عن ناس من أجل من القديس أم بابولا يسوع المسيح ملك المجد زيان حياته وحقائق للغلبة أبونا القديس أم بابولا كما قال داود المرتل إن ملك الرب يعود به أبا بابولا أيضا صار تسع إنسانا في المغارة التي رأى ولم يرى القديس أم بابولا ولم يلبس ثوبا ولم يقلق الخبز هذا العالم بل ما سمريا حسنا أبونا القديس أم بابولا وكان غراب يحضر له يوميا نصف خبزا ويراها أمام أبونا القديس أم بابولا مباركا أنت جدا في وسط القديس مجدنا أبونا القديس أم بابولا عظيم هو اسمه وحور في كل العالم لأنه لم يستحق قدمين أبونا القديس أم بابولا أبونا القديس البار العظيم أم بنطونيوس اللامس الروح زمان أم بابولا كامل مع الغراب ونجد طريوس ومبولا يفرح معك اليوس صفوف الأبرار أبا نبدت تسأل بابولا فأنطونيوس المطوب والأسدان كفانوا ووضعوا أمام القديس أم بابولا في البرية أسلم لجسد المهنسك أسلم لقبرك أيها البار سلم لك أيها السائق أبونا القديس أم بابولا يا مخلص للعالم هو خرج جنس الرهبان وسائر المسيحيين من أجل أبونا القديس أم بابولا يا خلص يونان وهو في بطن الحوت لسنا نحن عائلك من أجل أبونا القديس أم بابولا أليسوس غرد بقوي أين أشتئك بليون إتفاي ببرا إنتي من شوي إيسوس بخريسوس أوي شوي إيسوس بخريسوس إنه مين إني ببعاك نيتن هو تفاتي كيس فاكي إنه إنه بيتي أوي شوي إيسوس بخريسوس إنه مين إني ببعاك Ben şöyle söylerim, sosyal olmayan ne var?
وابن شويس ذوي خريستوس تنومينين نبلاي يدرهوكي خاطبي سروبيني زيموني بول وابن شويس ذوي خريستوس تنومينين نبلاي يدرهوكي خاطبي سروبيني زيموني بول وابن شويس ذوي خريستوس تنومينين نبلاي يدرهوكي خاطبي سروبيني يسوع المسيح قد أعطى لما لعبيده الذين يخافون ربنا يسوع المسيح قد أعطى لما لعبيده الذين يخافون ليسدوا أبواب الأسود ربنا يسوع المسيح قد أعطى لما لعبيده الذين يخافون لكي يطفئوا قوة النار ربنا يسوع المسيح قد أعطى لما لعبيده الذين يخافون لكي يخرجوا الشياطين ربنا يسوع المسيح قد أعطى لما لعبيده الذين يخافون لكي تسقط على أعدائه ربنا يسوع المسيح قد أعطى لما لعبيده الذين يخافون أن يشفوا كل مرض من أجل هذا زانوا مجيد ربنا يسوع المسيح مع أبي الصالح والروح القدس وهذا هو اسم الخلاص الذي ربنا يسوع المسيح وصليبه المحيي الذي جرب عني طوبى للإنسان الذي يترك عن هذا العمر مئة المملوء تعبان من خطير للناس ويحمل صليبه يوما كيوما ويلصق عقله وقلبه باسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح يفرح قلبنا ويتهلل من شان أرب صالين مارين قصن أولو جيبن شويس نبريس أري أونين من نفسي إيشي نقصبت بيك أيو كي أغيو بهماتي كنين كاي بيستوس أونا صلي أونا تزمر أدغن أيو بيبز عرود جبي كربوز باري أصبا بمنوتي في فرسينو سنة صولي في عقشينا نبول الخيتي انجي بريتي في مسمي اري بطلت شوكي حانبتن زي انصف ببير انصافي هو هذا الذي لنا وعطانا الذي له فنسبحه ونمجده ونزيده من بيت صنطيرو ومارية فرزيرو زي أنجيرو سيطايو إمو ميسيرا من زيتي أوني رامي يتي جني شيرو ميقابت
بولن خيتي شاين تلون تنيرو إذن تمت أماسو هو الخل الذي لنا وأعطانا الذي له نسبعه ونمجده ونزيده علو ودي بارسلو اسما بمبنوت امشوشون تيتي بارسيني بيات شوقا جيني اول اي ابت شصاريك سيبولن خيتي بي اباسين تيني ايهو ابي ايبول غيتي ميبرا امشو بارشي انتين ساريس افتين عنم بيب ابن ابما ايسو هار ابعيتن انو ايني ما ايدن تمت امارسو الذي لنا وعطانا الذي له نسبعه ونمجده ونزيده علوان شنسي مشي طيور شي سنسيه يغفر وطيرو جمسو بمشوشو اني برسينو بيسيه توكس ماليا كيبولي سيبك سيخوني طابت شوسي شوفت خيس بيت انسيري بارما اني شروي سيرا بمسد اونا ريطالو بجنن بوي بياتي احرق صار السلم ايتن دمت شانا ايسي ابا منين ابنو تياري تيروتي خوني رودي ارن صف بمنوتي هو اسو تيرن تيوني بيتخب بسنا ارن بوت شايني هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له نسبعه ونمجده ونزيده علوا في برسينوس مريم في مسنودي إنصابي بكي موش انت بشتوينو بي في مومي إشوه بنت بموئينو أبي كربوز إنهجي أبي أسود مني أبي لكاجي بالهارون أسجني لان انت بيريني يقول هيت انبي بس خبروز انت بخاناش قد جشو وبقشتو انبي رومي انكشو ايقوني بباراديسو واخذ الذي لنا وعطانا الذي له فنسبحه ونمجده ونزيده علوا في بارسينوس مريم في سيوتو كوزيسو في ابروستا دي ستنهود ابتهم جنوس انتيتي مترو أبيك الربي للي يكون مارن بخريس طفلي طارق وبهبوس انت بريه مطا بيكو يبور انتين النومي هو الذي لنا وعطانا الذي له نسبحه ونمجده ونزيده علوه برسيروس مريم بوسيب الغمبير بجيب أصفص مسألون ودي بيتي ميرو تسون باري نهلي آني بلدس من تبي أنجلو سبيش النوبيني الوراشي ابني يوني ابو الخنيلي طوطة بتشين ايتي دون افتي نانين ايتي نفتي نوشي نفتي 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 Amen.
العظيم الأنبا بولا أول السواح.
عجيبة هي بالحقيقة سيرتك المباركة أيها العظيم الأنبا أنطونيوس اللابس الروح، إذ وأنت جالس على جبل عالي فبتدبير من الله ظهر لك قائلا: قم وامضي إلى البرية الداخلية فتجد واحدا عظيما جدا، وهو الأنبا بولا أو الكوكب العظيم الذي العالم كله لا يستحق موطئ قدميه. فلما سمع هذا الشيخ المبارك فتناول عكازه وخرج مسرعا، فأرشده ربي يسوع حتى وقف على باب المغارة. فلما أبصره العظيم الأنبا بولا دخل إلى المغارة وأغلق الباب، فوقف أبونا العظيم الأنبا أنطونيوس خارجا وصلى صلاة كعادته، وإذا بسبع أقبل من البرية ففتح له الباب وقبل إليه. فصرخ العظيم الأنبا أنطونيوس قائلا: أذكرني أنا أيضا يا أبي المبارك، لأنك قد قبلت إليك الوحوش ولم تقبلني، وقد اشتهيت أن أنال بركتك، سألت فأعطيت، طلبت فوجدت، قرأت وأنا أؤمن أنه يفتح لي. السلام للأنبا بولا خليفة واضع الناموس العظيم الذي هو يسوع المسيح. السلام للوديع مثل داود. السلام لمن قتل القبائل الغريبة الغير منظورة. السلام للأنبا بولا الشجرة التي في البرية التي يستظل تحت أغصانها جميع النساك. السلام للأنبا بولا الثمرة الحلوة التي يأكل منها كل السواح. السلام لأبينا أنبا بولا السراج الروحي المضيء للنفوس الذين يطلبون الرب. السلام للأنبا بولا الذي قاد زمانه القليلة مشتدا وجنديا للملك المسيح. السلام للأنبا بولا الذي اصطفاه الرب مثل بولس الرسول. السلام للأنبا بولا نهر ماء الحياة الذي يجري في وسط البرية. السلام للأنبا بولا الذي صار صديقا وصديقا لغير المتجسدين وهو في الجسد. السلام للأنبا بولا الكوكب العظيم المضيء جدا في مشارف الأرض. السلام للأنبا بولا الذي كان مع الله منذ زمن حداثته. السلام لك يا أبينا الأنبا بولا الذي طيب فضائلك ملأ كل العالم بصلواته، انعم لنا يا رب بمغفرة خطايانا. ربنا يسوع المسيح من خطيئة العالم احسبنا مع خيرك الذين عني أمينك عند ظهورك الثاني المخوف لا نسمع برعدتنا أنني لست أعرفكم بل نكون مستحقين لسماع صوت الرحمن الممتلئ فرحا لا أصرخ قائلا تعالوا إلي يا مبارك أبي ليسوا الحياة الدائمة إلى الأبد يأتي الشهداء حاملين عذابتهم ويأتي الصديقون حاملين فضائلهم يأتي ابن الله مجدي ومجدبي ويجازي كل واحد يعمل التي عملها أيها المسيح كلمات الآب الإله الوحيد أعطينا سلامك المملوء فرحا كما أعطيته لرسلك القديسين كلنا مثله إني أعطيكم سلامي سلامي أنا الذي أخذته من أبي أنا أتركه معكم من الآن وإلى الأبد يا ملك هذه الليلة أطار العلوم للتسبيحة أذكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا المرضى اشفيهم الذين رقدوا يا رب نيحهم واخوتنا الذين في كل شدة رب عنا وإياهم يباركنا الله ونبارك اسمه القدس في كل حين تسبيحته دائما في أفواهنا الفراد يبيوت الجيرين بنمها السوام تتريد
شيخ موت نوشت موت تيمون